أرسل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. ارحمنا يا رب. وإياكم باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. لما وصل يسوع وجد أن لعازر قد دفن منذ 4 أيام، وكانت بيت عنيا قريبة نحو ميلين أورشليم، وكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مرتا ومريم ليعزوهما بأخيهما. فلما سمعت مرتا أن يسوع آت خرجت لملاقاته، أما مريم فبقيت جالسة في البيت. فقالت مرتا ليسوع: يا رب، لو كنت هنا لما مات أخي، ولكني أعلم الآن أيضا أن كل ما تسأل الله يعطيك إياه الله. قال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرتا: أعلم أنه سيكون في القيامة وفي اليوم الأخير. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من يؤمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا رب، أنا أؤمن أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. أرحموا وارحموا حقا والأمان لجميع. المجد لك يا رب، المجد لك. أول شيء بيجي هيك على ذهننا أو على فكرنا بين الناس وبين العالم، نسمع كلمة دايما بيردوها: مين مات ورجع أو راح خبرنا شو في بالك. أنا بقول لكم الحقيقة إنه نحن اليوم بهيديك الدنيا، نحن هون السماء على الأرض، عم نعيش فعلا السماء على الأرض. مش قال الإنجيل بالفعل مرتا اللي كانت تهتم بالامور الكثيره، شوف كيف تغيرت. راح تركت صوب يسوع، كانت قبل تهتم بالناس وتساعد الناس على مشاغلها، ولكن مش تقبل يسوع: انا بآمن انه انت القيامه، انه انت الحقيقه، انه انت كل شيء بالنسبه لإلنا. مرتا اللي كانت ما بتعرف شيء صارت تعرف كل شيء. مريم كانت باقيه بالبيت عم تبكي من اجل اخوها، شفنا انه هون ايمان مرتا كيف تغير. يسوع هو طيب عن العجيب. شو حتى يقلنا؟ حتى يقلنا انه فعلا هو اله وانسان معه، ولكن تيقلنا: انا القيامه والحق والحياه. ايش تيقلنا؟ قم انت من بين الاموات. الموت هو الموت البعد عن الله، اكثر ما هو الموت انه ندفن بالارض. الموت هو انا لما بصير بعيد عن الله شو بصير فيه؟ بتموت حياتي، ما كنت عم بحكي من عروقها مثل ما الورده اذا قصمتها بتكبر بتموت. هي الحياه مثل ما هي. انا رح اخبركم، امبارح ابونا بلش بشيء عن مارشالبيل، انا رح اخبركم كمان عن مارشالبيل. مارشالبيل بتخيلوا طلعت عنده على المحبس، ما خلاها تشوف مثل ما خلى امه تشوف. قلت له: يا عمي، انت لك شقة ارض فوق بالجبل، نحن بعناتها، لك حق انه تقبل ثمنها. شو بجاوب؟ قال: انا مت من زمان على الارض، انا بطلت عايش بهالارض، انا صرت بهيك الدنيا. صار مارشالبيل عايش بالمحبسة، مش سنة على الارض، عايش بهديك الدنيا، سكران بالله، بحبه لله. وكتار من القديسين مثل ما بتشوفوا صورهم بحطوا جمجمة كانوا تحت راسهم ويناموا، ليش؟ تفكروا بالموت ويشوفوا انه الموت هو عبور. حتى القديس انطونيوس مرة رحت شاف بيه ميت قدامه، اجى تيمدح ولقى بيه ومش عم برد عليه، وقع على حاله وقع على ذاته. هذا الشيء اللي غير له حياته لما سمع الانجيل كمان، انه اترك كل شيء بهالدنيا واتبع الله. وأنا كمان أخبركم عن مارشالبيل شيء صار معي بخص هالشيء اللي انتوا هالجمعية اللي هو اسكني في ملكوتك، وبتمنى عليكم إنه تتبنوا هذا الشيء وتعيشوا. مش بس نصلي لموتنا، كتير منيح نصلي لموتنا تنرفع نخلصهم، ولكن كتير منيح وأهم إنه نخلص الأحياء اللي هن عم بيناسوا. مرة جيت صليت هيك من عشية، قلت له: يا رب،
هل انت راضي عني؟ هل انا اللي عم بعمل منيح ولا بعد في شيء لازم اعمله وانا ما بعرف؟ ابنان بحس بين الرؤية والحلم انه انا ماشي على طريق، شخص واقف على بركة مي بعيط لي بيقول لي يا شربل تعال هون لشوف. هيك جيت بيرم وشه قال لي شو عم تعمل لي؟ قلت له انا بقدس كل يوم. قال لي بس؟ قلت له بصوم كل يوم. قال لي بس؟ قلت له انا بوزع مسابح وبوزع صور وايقونات وعذراء وكتب وردي. قال لي بس؟ قلت له انا ملتزم بعيد المارشال اللي كنت بعيد المارشال. قال لي بس؟ قلت له بقدس كل ثلاثه ونحن بجروب كاريزماتيك كل ثلاثه مع بعضنا. قال لي بس؟ قلت له بخدم الناس وبساعد الناس وبهتم بالايتام لانه عندنا صندوق تواضع بهتم فيه. صار لي شيء 15 سنه بنجمع من بعضنا هالمصاري اللي بنجمعها بنروح نهتم باللي بدهم ادويه ضمن لانه الصندوق متواضع يعني ضمن امكانياتنا نساعد فيه. قال لي بس؟ قلت له شو بدك يعني نعمل؟ برا هيك نطلع على الشربل. قال لي شربل روح واعي الناس وقلوا يحنوا مصلحتهم ويصلوا ويضلوا يصلوا ومشي معي تقول لك شو لازم تعمل. وين بياخذني؟ بياخذني على مستشفى سيدة المعونات. هاي الحقيقة. بفرجيني كل شخص عم بينازع. قال لي شوف هذا وشوف هذا. يلي عم ينازع واجا لابونا مشحه وعم يصلي له، عم يصلي له صلي له يعني يجوا الملائكة يحملوه ويطلعوه. والتانيين يلي ما قبلوا انه يجي كانوا يصلي له عم يجوا الشياطين يحملوه وياخذوه. هيدا دوري، هيدا شغلك. قلت له انا كيف شو بدي اعمل؟ قال لي صفت. شو بدك تعمل؟ هلا انا شو صرت اعمل؟ قلت له صدقون بالليل كل يوم ساعة ثلاثة بس بالليل صلي لكل واحد عم يموت هلا او رح يموت بعد لحظات حتى النعمة انه نحن نخلصه. وصرت اركض على المستشفيات او حدا مريض بالعائلة او حدا بعرف ابونا حدا يعني اركض جيبهم حتى يمشحوا، بس يمشحوا يخلصوا كنت شوفه بينومي هالشخص اللي ميرسي على الشيء اللي عم يتركه. مش انا ميرسي، ميرسي لمارشال. وبالفعل مرة التقيت بأبونا تاني مرشال من عيله وطلعنا أنا عم قدس بالدير، عيط لي من بعيد قال لي أنا مرشال اللي قال لي إنه أنت رح تكون معي. قلت له كيف؟ قال لي بعرف بعرف بعرف. صرنا نعمل مستشفى سيدة المعونات كل نهار أحد نقعد 17 ساعة أكثر إذا بدكم نوصل الليل مع النهار. يطلعوا الأهل مش معترفين لهم 20 30 سنة والمريض له 20 30 سنة مش معترف من أول ما عمل أول بالبيت. حتى يلي بالكمان بفوت لعنده اركع انا مطرحه بقول فعل الندامه يعطيه حل لانه ثاني يوم يقوم. بتصدقوا هذا الشيء؟ هذا اسلوب في ملكوت، هذا دوركم. مش بس نحن السجل، هذا كثير منيح هذا السجل اللي عم تعملوه. انا بفتخر فيكم وبنبسط فيكم اللي عم تعملوه، بس انا تمني علي انه تلحقوا كل شخص عم بينازع تلحقوه تصلوا حتى تخلصوه قبل ما يموت ترجع بعدين تخلصوا، لانه بعدين بالقداس بده 20 30 سنه تيخلص، بينما اذا خلصناه لحظه بيطلع. شفتوا وين الفرق؟ هذا املي وطلبي وحبي لكم انه تعملوه. مش معناتها انه عم تعملوه غلط، لا. مش معناتها جاي اتفلسف عليكم، لا. عيشوا هاي النعمه من هلا، لانه كثار احنا تنمشحهم يرفضوا يشوفوا الابونا ما بدي موت ما بدي موت. نطلع لبرا نتركه لانه ما بده يموت. بعدين يموت ويقول يا تعتير بغسلين شو نكون عملنا صلى الله عليه وسلم نبعيك المعطر حتى يخلص. هذا طلبي لكم اليوم باسمي وباسم أبونا لكم. بس تعرفوا شخص مريض دغري بعتوا ورا أبونا المشحة، مش معناتها المشحة انه خلص رح يموت. مشحة مسحة هي انه مسح الزاد يرجع يقوم. انا جدي كان عمره 90 سنة 17 مرة عملنا له مشحة ورجع منه. بس ايش ولكن انه بالمشحه رجعنا وحضرنا التبوت وحضرنا كل شيء، ولكن عندنا الايمان. فاذا اليوم خليكم عندنا الايمان مثل المرضى. انا بهنيكم، الله يبارككم، الله يرحم جميع امواتنا وامواتكم. ضربنا هلا اليوم خلال الذبيحه الالهيه يرفعنا للملكوت السماوي. ومثل ما قلت لكم وبرجع بقول لكم
الأنفس البطرية مارية سيما كانت تقول بيقعدوا بميديكوريا، نحن اليوم أداة خلاص لكل الأنفس البطرية بالدازمة بنروح على المطار اليوم تنرفعهم ونخلصهم ونخلص كل المنازعين الآن.